كنت بيرك بالبيت قدام البيت اتصوبت، طب الطيارة ضربت اتصوبت. عالجوني بس ما في عن ما في معدات وما في علاج فيزيائي وما في. ألم بإجري عصب، صدمات كهرباء بإجري. نتشكر الشعب التركي ونتشكر الدولة التركية إنه استقبلونا، والله يجزيكم خير بارك فيكم فتح له. هنيك الحرب مدى تجي الطيارة تشوف تجمعات مدنية غير مدنية بتصير بتضربون. كان ايام حرب وما حرب، وتصوب دقوا لي، نزلت انا لعنده على المستشفى على الاسكندرون، صار له شي 9 اشهر. بفيق من الصبح يعني بغير له، اذا اغراضه وسخه كمان بغير له اياها، بفطره، في عصير بشربه، عصير بسيله، مساج، في عنده عده بلبسهم باجريه بمشيه شوي. ايه، وللظهر برجع كمان غدا برجع بغير له كمان عن ظهره الفتحه، وللعشاء كمان برجع بغير له، بغير له القساطر بولية عشان ما يصير معه كمان التهاب. هي يعني هيك كل نهار هيك. شو عم تحكي؟ الحمد لله، نحن الحمد لله رب العالمين، عم نروح على المستشفى وبيستقبلونا يعني، وما بقصروا معنا بالنسبة للدواء ولا شيء، وشو بيعطونا الله يرزقهم. عم بيرجعوا بده يشرب مي. نطلب يعني، هنن شايفين وضعه، هنن دكاترة وهنن يعني بقدروا هالشي يعني، هنن الشو بيعطوا